قام وفد بحريني من غرفة تجارة وصناعة البحرين بزيارة إلى باريس في إطار الاجتماع العام العادي لغرفة التجارة والصناعة العربية الفرنسية. وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلتنا من باريس. من العاصمة الفرنسية باريس اجتمع أعضاء غرفة التجارة والصناعة العربية الفرنسية بحضور أمينها العام سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين لبحث سبل التنمية وتعزيز العلاقات. والرئاسة البحرينية الحالية توثق هذه العلاقات باعتبار فرنسا شريكا هاما للعالم العربي. وإحنا طبعا دورنا هنا تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية وكذلك الدول مع دول أوروبا وبالأخص فرنسا. دور فرنسا وعندنا هناك في البحرين اليوم غرفة فرنسية، وهذا التواصل مع أصحاب الأعمال الفرنسيين هذا يعزز من تقوية الشراكة اللي احنا نصبوا ليها، يعني نحاول نعززها إن شاء الله. أنا أؤمن كثيرا بتطوير العلاقات مع البحرين في الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها، وعلى وجه الخصوص تطوير السياحة. وبفضل حضور الرئيس ناس أعتقد أنه يمكننا الحفاظ على علاقات أقوى مع البحرين، وهي دولة تتمتع بإمكانيات كبيرة. بفضل العلاقات التاريخية القوية بين البحرين وفرنسا وقعت قرابة 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات فرنسية، ولعبت كبرى الشركات الفرنسية دورا مهما في تطوير الأولويات الاستراتيجية للبحرين، وتعمل أكثر من 185 شركة من مختلف القطاعات مثل البنوك والتمويل والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والأمن والتكنولوجيا المالية. من الجانب البحريني وفيما يخصنا، نحن ننظر إلى كل ما يدور حول الخدمات اللوجستية، لأن البحرين تتكون بالفعل من مركز لوجستي فعال للغاية وقوي للغاية، ومن ثم العوامل الاقتصادية الأساسية في البحرين وبالأخص الألمنيوم. في إطار رؤية 2030 لبعض الدول العربية التي تشهد حقبة التنوع في الإنتاج، تدخل بقوة في مجال الصناعة بهدف التأثير المباشر في الاقتصاد والتحول من مستورد إلى مصدر نحو بلدان المنطقة والعالم. يشهد التعاون العربي والفرنسي تطورات كبيرة، خصوصا بوجود ما تبنته بعض الدول العربية ومنها مملكة البحرين برؤية مستقبلية على المدى القريب والبعيد، تمس مجالات كثيرة وتساهم في التطور للأفضل. فاطمة بالعيد، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.